مرة ما فايد على المدرسة. قبل تروح كل المحلات ما حدا يقابلنا، بس الدورة قابلتنا. أي دورة ما أسست لنا معود. يوم كان عمل رياضيات نتعلم الجمع. أنا حبيت العربي كتير، ما أنا صعب كتير، بعرف أكتب اسمي بالعربي. أي دورة ما عندي رفاه، حبيت كتير إني يحبون نلعب مع بعضنا. أنا بحب المدرسة، يا ريت فيني الجلسة مثل رفقات إخواتي. محمد، تواصلت معنا أمه بأول الدورة، خبرتنا قديش كانت عم تلاقي صعوبة بأنها تسجله بأي مدرسة من وراء الوضع الخاص اللي هو بيعاني منه، وهذا الشيء خلق له ضغط نفسي بما أنه كل إخواته كانوا يروحوا على المدرسة.